كم دقيقة رح نوصل لهنيك. ماشي ألبير، أنت خليك عم تدور. ما قدر يلتقي بالجنرال؟ لا معلم. أيها الضيوف الأعزاء، أشعر بفخر عظيم وأنا أعرفكم على منتجنا الجديد نمر الأناضول. بعد جهد عظيم استمر سنين طويلة، نمر الأناضول ستكون أول دبابة وطنية صنعت بإمكانيات وطنية، من التصميم إلى أدق التفاصيل التقنية. إنها أداة حربية تتفوق على نظيراتها كثيراً من ناحية قابلية المناورة العالية، ومن ناحية التحمل على الأرض، من ناحية القوة النارية حيث تتفوق بسرعة الإطلاق وسرعة التلقيم وسرعة التنفيذ. عفواً، ممنوع الدخول. حضرة الملازم بتعرفني؟ نعم سيدي، بس ما بقدر اسمح بدخولك. إيرسوي أولوبي رح يغتال كل الناس يلي جوا هلا. أنا بضمن لك إنه اتاخدت الإجراءات الأمنية كلها. أصلاً لهيك أنا ما عم بسمح لحدا إنه يمر، حتى لناس مثل حضرتكم. فما يجعل دبابة نمر الأناضول فريدة أنه تمت الاستفادة من تقنيات عالمية كثيرة في تصميمها، واختيرت الميزات الأفضل في صناعتها على مستوى العالم. وكما ستلاحظون، ومن النظرة الأولى أخذت بنية الهيكل من بنية دبابة الميركافا الإسرائيلية. لحظة شوي. ثم أخذ هذا النموذج مثالاً، كما تتمتع بأفضل قابلية بالمناورة في ظروف منطقتنا. مراد على مدار جاي بدي أشوفك ضروري. فإن نمر الأناضول ستكون دبابة هذا العصر وستفخرون بها وستجاري مثيلاتها. ما ممكن يعملون الإسرائيليين مشكلة بحقوق التصميم؟ سيدي رئيس الجمهورية، عملنا بعض التعديلات الجذرية على التصميم الأساسي، تجاوزنا حقوق التصميم وخلت دبابتنا تكون أكثر مقاومة. كتير حلو كتير. عدد الطاقم اللي بيشغلها؟ 6 أشخاص سيدي. سيدي رئيس، وصل مراد على مدار. قديش وزنه؟ 60 طن. حلو. طيب إمتى منقدر ننتقل للإنتاج؟ خلال سنة منقدر ننتقل للإنتاج. سنة؟ نعم. حلو كتير سيدي، لازم نفضي المحل هون فورا. إيرسوي أولوبي بده يهاجم المكان. بتفهم قلقك يا مراد، نحن كمان وصلتنا معلومات شبيهة، بس برأيك إيرسوي أولوبي بيقدر يعمل فينا شي بهذا المكان؟ سيدي، لهيك اختار إيرسوي أولوبي هذا المكان مشان يقدم رسالة للرأي العام ويقول إنه ما في حدا بأمان منه. سيدي، دبابتنا ضمن هاي الظروف. مفهوم. يا حراس، شو عم يصير؟ من هو سيادة الرئيس؟ انتوا أمنوا البناء، لا تتركوا أركان الدولة بدون حماية. تعملوا كل شيء بيقوله مراد على مدار. سكروا الباب كلها، ما حدا يطلع من هون.
من هو سيدي. خلصوا علينا. انت لا تشغل بالك، هي رح تكون خطة جيل وما رح يبقى ضرورة لهذا الاحتمال. بس بفرض صارت مشكلة وما قدروا يطلعوا من جوات البناء لبرا، وقتها رح توجههم ليطلعوا كلهم من الباب الوراني. مفهوم سيدي. منهرب اركان الدولة من الباب الوراني. المراد على مدار لا تطالعوهم، يعني ما رح نطالعهم. مراد على مدار متمترس على الباب وما عم نقدر ندخل من هالجهة. لا يحل وفجر الباب. سيدي الابواب كلها مصفحة منيح، ما رح تتأثر. هول اللي قلت لك عليه، لما بتضغط شوي على الباب رح يطلعوا من ورا خايفين. اعطوني الاربيجي. إرسوي وينه؟ معلم ما شفته. هاي الشغلة فيها إنا لازم يكون إرسوي هون. أنا رايح الجهة الورانية. ليكو رح يدخلوا لهون، رح طالعكم من الباب الوراني. الكل يتوجه على الباب الخلفي. وقفوا 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 بمحلكم، من هنيك أخطر. وقفوا